عنصر أساسي ومهم جدا في الوقاية والعلاج من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسب الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على أهم علامات نقص الأوميجا 3 أو ما يعرف بزيت السمك، وهنعرف كمان أفضل المصادر الطبيعية اللي بتحتوي عليه، وإيه هي الشروط اللي لازم تكون موجودة في المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الأوميجا 3. أنا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. أول علامة على نقص الأوميجا 3 هو ضعف التركيز والتشتت والنسيان، وده بسبب دور الأوميجا 3 الأساسي في تكوين الأغشية المحيطة بخلايا المخ والخلايا العصبية، وبالتالي نقص الأوميجا 3 بيأثر على المهارات الإدراكية في الكبار والأطفال، وبيزود من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف المبكر. ومن هنا بتظهر أهمية تناول الأوميجا 3 للحامل في الشهور الأخيرة من الحمل، لأن الأوميجا 3 يعتبر مكون رئيسي من مكونات خلايا المخ والأعصاب عند الجنين، ونقص الأوميجا 3 في خلال فترة الحمل ممكن يعرض المولود للإصابة بمرض التوحد. تاني علامة على نقص الأوميجا 3 هي التهابات وتيبس المفاصل، وده بسبب دور الأوميجا 3 المهم كمضاد للالتهابات، وبيحافظ كمان على اليونت وسهولة حركة المفاصل، وبالتالي نقص الأوميجا 3 بيزود من الالتهابات في الجسم وبيقلل من ليونة المفاصل، وده ممكن يسبب التهابات وخشونة وتصلب المفاصل. والعلامة الثالثة على نقص الأوميجا 3 هي ارتفاع نسب الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وده بسبب دور الأوميجا 3 المهم في زيادة نسب الكوليسترول النافع المعروف بالـ HDL، وده بيساعد في تقليل نسب الكوليسترول الضار المعروف بالـ LDL. وكمان الأوميجا 3 بتساعد في تحسين الدورة الدموية وزيادة سيولة الدم، وده بيقلل من ترسب الدهون الثلاثية في الشرايين. علشان كده نقص الأوميجا 3 بيزود من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والكبد الدهني. رابع علامة على نقص الأوميجا 3 هو جفاف البشرة والشعر والعين، وده بسبب دور الأوميجا 3 المهم في المحافظة على ترطيب أغشية خلايا الجسم وتحسين وصول الدورة الدموية المحملة بالأكسجين والعناصر الغذائية المهمة، بالإضافة كمان لتأثيره كمضاد قوي للالتهابات. علشان كده نقص الأوميجا 3 ممكن يكون السبب في ظهور الالتهابات الجلدية زي حب الشباب والإكزيما، وممكن يكون السبب في هشام الشعر وظهور قشرة الشعر، وممكن كمان يؤثر على كفاءة النظر. والعلامة الخامسة على نقص الأوميجا 3 هو الاكتئاب والتوتر وصعوبة النوم، وده بسبب دور الأوميجا 3 المهم في المحافظة على خلايا المخ والخلايا العصبية وتحسين وتحفيز عمل النواقل العصبية المسؤولة عن الحالة المزاجية وعن النوم، وبالتالي نقص الأوميجا 3 ممكن يأثر على الحالة المزاجية ويسبب الإصابة بالاكتئاب الحاد والتوتر والأرق وصعوبة النوم. والسبب الرئيسي في نقص الأوميجا 3 هو عدم الاهتمام بتناول المصادر الطبيعية اللي بتحتوي على الأوميجا 3 بكميات كافية، ومن أهم المصادر دي المأكولات البحرية وخاصة الأسماك الدهنية، وأفضلهم السردين والتونة والسلمون والماكريل. وكمان في مصادر نباتية للأوميجا 3 لكنها بتكون أقل كفاءة في علاج نقص الأوميجا 3 زي المكسرات، وأهمهم اللوز والجوز، والفواكه زي الأفوكادو والفراولة، وكمان بعض أنواع البذور اللي بتحتوي على الأوميجا 3 زي بذور الشيا والكتان. ونقدر نعتمد على المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الأوميجا 3 في الوقاية والعلاج من أعراض نقص الأوميجا 3، ولكن بشرطين. أولا خلو المكملات دي من أي معادن ثقيلة زي الزئبق والرصاص، وان يكون ده مذكور على العبوة بشكل واضح. ثانيا احتواء المكمل الغذائي على تركيز الأوميجا 3 من نوع DHA والEPA بإجمالي أكتر من 500 ميلي جرام من النوعين، والجرعة اليومية المطلوبة للوقاية من نقص الأوميجا 3 هي من 250 ل 500 ميلي جرام يوميا، لكن في حالة ظهور أعراض نقص الأوميجا 3 فالأفضل هو زيادة الجرعة دي ل 1000 ميلي جرام يوميا. وأفضل وقت لتناول مكملات الأوميجا 3 هو مع الوجبات الرئيسية اللي بتحتوي على نسبة من الدهون، لأن ده بيساعد على امتصاص وزيادة فعالية الأوميجا 3. دمتم دايما بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.